طيب اذا بدنا نحل هلا هذا المثال هي عندي هون ترانسفير فانكشن ذا ثيرد اوردر سيستم فيها 3 بوينتس اس تساوي ماينس 1 ماينس 3 ماينس 10 انا حاطط هون 30 عشان يكون ستيدي ستيت جيم معناها يعني كانه حتى ما يكونش في عندي تضخيم او تصغير هلا اللي مطلوب هون نرسم روت لوكس لهذا السيستم وراح اعمل وراح استعمل كل واحده من هذول المربعات راح استعملها راديان مان راديان بير سكند يعني المربع هون تقريبا جاي 50 ملم فهو كل 50 ملم على اللون هذا السكيل كل 50 ملم على اللون بتساوي 1 راديان بير سكند وهي نفسها كمان مربع يعني سكوير او بلوك كل سكوير هو سكوير مساحه يعني انه هذا كل واحد من هذول البلوكس هو 50 ملم بير راديان بير سكند بدنا نختار شيء مناسب انا عندي 10 هون فبديش اعمل شيء كبير سكيل كبير كبير لو استخدمت خلينا نستخدم كل مربع واحد ريدين بس زي ما حطيت انا السكيل فلو جيت هلا هون راح ارسم هاي هذا هون الايماجينري اكسس راح احاول اقسم المنطقه بحيث تكون متساويه فعندي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 خلينا ناخذ 7 فوق و7 تحت راح اخذ 1 2 3 4 5 6 7 راح ارسم هذا صار ريدين اكسس من هون هلا راح ارسم الاوبن لوب بولز وين الاوبن لوب بولز عندي واحد هنا بس واحد فراح يكون عندي اوبن لوب بول طبعا هذه هون جي اوميجا وهذا سيجما هلا المطلوب بالسؤال نرسم الروت لوكس بعدين بدنا نلاقي قيمة كير اللي راح تعطيني اول شوت مقدار 15% وبعدين بس نطلع قيمة كير بدنا نلاقي قديش الرايس تايم عند هذيك النقطة قديش رح يكون الرايس تايم إذا عندي هي واحد بعدين هي عندي اثنين هي ثلاثة وبعدين هي عندي هي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هاي الأوبن لوب بولز الثلاثة زيروز معنا إذا هلا رح نيجي بدنا ناخذ هلا الاسيمتوتس كم اسيمتوت رح يكون عندي؟ ثلاثة مش هيك ما فيش عندي زيروز لأن ماينس رح يكون في 3 ثلاث اسيمتوتس الزوايا تبعتهم رح تكون 180 على 3 ناقص 180 على 3 زائد 60 ناقص 60 وطبعا 180 فراح يكون في عندي بول راح يروح بهذا الاتجاه ماينس انفينيتي اذا مشيت هون على السكيل هون فيش عندي بول فيش عندي روت لوكس عندي روت لوكس راح يكون هون مضبوط لانه هيك اوت هون راح يصير ايفن عن البول ما عندي روت لوكس هون وبعدين عندي روت لوكس المنطقه هاي بالماينس الاسيمتوتس مركز الاسيمتوتس اللي هو 6 سي سنتر شو بيساوي؟ بيساوي الريل بارت اوف ذا بولز ناقص الريل بارت اوف ذا زيروز على ان ماينس ان الريل بارت اوف بولز عندي ناقص 1 ناقص 3 ناقص 10 ناقص ما فيش عندي زيروز على 3 ناقص 0 فبصير عندي 10 و 3 13 و 1 14 14 على 3 12 على 3 ب 4 4 و 2 على 3 مش هيك؟ اللي هي 4.6 لاحظوا هاي وحدتها راديانس بير سكند إذا 4 و 2 على 3 بصير عندي 1 2 3 هي 4 وثلثين فتقريبا هون راح يكون سيجما سي هلا بدي ارسم منها 60 درجة أنا معيش منطقة كيف ممكن أعمل هذا الشيء الوضع الطبيعي إنه يكون معي منطقة وأرسم فيها ما معي منطقة كيف ممكن نتحايل عليها نعمل؟ نعرف الزاوية 90 ونعرف الزاوية 45 ماشي بس 60 لو بدي أحسب 60 شو ممكن أعمل؟ بالتريجونومتري كيف ممكن نعمل بالتريجونومتري؟ مثلث ضلعين بقدر اطلع الضلعين الضلع هذا والضلع هذا مش هيك ل 60 يعني لو جينا اخذنا خلينا ناخذ مثلا احنا بنعرف انه 60 كوساين ال 60 بيساوي نص مش هيك ساين ال 30 فكوساين ال 60 كوساين ال 60 بيساوي نص اذا اذا رسمت خط من هون بده يكون عندي كوساين ال 60 المجاور بده يكون لا ما ينفعنيش الاقي الضلعين بدنا تلاقي الضلعين مش هيك بدي التان تان ال 60 مش هيك؟ فتان ال 60 راح يطلع معي جذر 3 اللي هو 1.73 فانا لو جيت اخذت مثلا ناخذ احنا نضرب مربعين لو اخذنا مربعين اثنين بصير عندي 3.5 فبكون عندي 1 2 3 ونص 1 2 تقريبا
تبني اللي صارت تعمل الزاوية الآن هو من رسول الخط راح في هذا الأسيمتوت مش الروب توكس ونفس الشيء راح آخذ من هون 3.5 2 1 2 3 ونص 2 هاي المفروض يبقى 60 فصارت هذه زائد 60 هاي ناقص 60 انا حرصت اني اعمل هاي عشان لانه احنا ما عملنا شيء مثال ناخذ فيه يعني نرسم بايدنا حتى تشوف كيف بدك ترسم على الهاي اذا عندي اسيمتوت راح يجي بيت خليني اقطع الاسيمتوت عشان ابين انه مش روت لوكس اقطع هذا الاسيمتوت وهذا طبعا هلا راح ايش لازم نحسب وضعنا بالنسبه لو كنا عشان نجيب لسه ما رسمت انا روت لوكس هذا الاسيمتوت ايش راح يصير هلا عندي راح يكتب بالبال تجي ما هو يطلع مش هيك شو البوينت اللي بدي اياها البريك اوت بوينت البريك اوت بوينت اذا البريك اوت بوينت كيف بدي احسبها بدي اخذ هلا هذا اللي موجود هون بدي اخليها نبسطه فراح يصير عندي البولينوميال راح يصير سكوير زائد 3 اس و10 اس 13 اس زائد 10 في 3 30 هذا بده ينضرب ب اس بلس 1 راح يعطيني هلا اس كيوب زائد 13 اس سكوير زائد 30 اس زائد نفس اس سكوير زائد 13 اس زائد 30 بصير عندي 13 اس سكوير واس سكوير بصير 14 اس سكوير زائد 30 اس و 13 اس بصير عندي 43 اس واخر شيء عندي هون 3 هلا الديبارتشر بوينتس ايش بتكون؟ مشتقة ان على اس تساوي واحد مش هيك او بناقص واحد فبدي اشتق هلا ان على اس هلا انا عندي ان بالحاله هاي مشتقتها راح تصير زيرو مش هيك فبضل عندي اللي بيهمني هو مشتقة دي اللي بتهمني فبدي اخذ مشتقة دي اذا دي مشتقة دي او اس الدينومينيتر على اس شو بتساوي؟ بتساوي 3 اس اس بالربيع زائد 28 اس زائد 43 مضبوط بصير عندي هلا هاي 3 اس تربيع زائد 28 اس زائد 43 مضروبه في 30 بدها تساوي 0 ال 30 ما بتفيدني مش هيك مش رح تعطيني شيء فبخلص منها فصار فرق يعني حل المعادله التربيعيه اللي هي 3 اس تربيع زائد 28 زائد 43 اذا اس بتساوي اللي هي بريك اوت بوينت رح ناخذ ماينس بي اللي هي ناقص 28 زائد ناقص b سكوير ماينس 4ac اللي هي 28 تربيع ناقص 4 في 3 في 43 على 2a اللي هي 6 حتى احسب لنا اياها طلع لنا هو هذول راح يطلع معي نقطتين مش هيك؟ كم بريك اوي بوينت انا عندي هون؟ ترى 60 بس ايش راح يطلع 60 هذا؟ 68 بس ايوه بس هذا هاي 268 هلا بدي ناقص 28 الجواب النهائي سالب 1.9 1.9 ماينس والثاني سالب 7.3 7.3 هلا واضح انه في وحده منهم ما لهاش معنى مش هيك مين هي؟ هاي ما لهاش معنى لانه انا اصلا هون هذه قديش النقطه اللي طلعت معنا؟ هاي ارفع 0.6 فمش معقول تقول 7.3 اصلا على 7.3 فيش عندي روت لوكس اذا مين بدي اخذ 1.9 ال 1.9 تقريبا بتيجي هون هي واحد طبعا على السكيل اللي بتطلع على القرص هي تقريبا مش شرط انها تكون نص المسافه لاحظوا انها مش نص المسافه لانه هذه قديش؟ واحد وهي ثلاثه هاي مش اثنين ما طلعت اثنين طلعت 1.9 اذا طلع عندي 1.9 هلا انا في شيء ثاني ممكن اقضي وقت طويل اطلع التقاطع اطلع التقاطع ما انا ما بدناش نضيع وقت عليه خلص نرسم بالتقريب في احسن ما بنقدر من هون هيك ما في مشكله لو كانت مش دقيقه كثير ما في مشكله باحسن ما بتقدر طبعا هاي الزاويه ديبارشر انجل شو قديش؟ 90 هي رح تطلع معك 90 لو جيت حسبتها بالانجل كونديشن رح تطلع معك ديبارشر انجل 90 فما بيطلعوا غير وبعدين بصيروا يضربوا بالاسيمتوت هيك احنا رسمنا الروت لوكس خلصنا الجزء الاول شو الجزء الثاني المطلوب الان؟ بدي الان الاقي ام بي هلا هو معطيني الاوفر شوت من الاوفر شوت شو بقدر اطلع؟ زيتا ومن زيتا بطلع بيتا برسم خط هلا مساوي لبيتا بالزاويه وراح اشتغل بنفس الطريقه بيستقبلها مشغول اذا خلينا نحول هذا هاي ام بي اذا احنا قلنا الاوفر شوت كبرسنتج شو بيساوي؟ بيساوي اكسبوننشال ماينس باي زيتا على سكوير روت 1 ماينس زيتا
سكوير. انا هاي عندي عارف انها 0.15 تساوي اكسبوننشال ماينس واي زيتا على 1 ماينس زيتا سكوير. باخذ دن الطرفين بصير عندي دن 0.15 تساوي ماينس فاي زيتا على 1 ماينس زيتا سكوير. قديش دن 0.15؟ سالب 1.89 ماينس 1.89 اللي بلس الماينس بشطب مع الماينس هون. وبعدين عندي بدي اطلع هذه القيمه اطلعها هون ونربع، فبصير عندي 1 ماينس زيتا سكوير هاي ربعتها هتساوي باي على 1.89 تربيع زيتا سكوير. مضبوط؟ واضح شو اللي عملته؟ طلعت هذه هون نزلت هذه هون قسمتهم ربعتهم ربعت الطرفين. إذا هلا بدنا باي على 1.89 تربيع. هاي أنا هون أخذت الماينس زيتا سكوير هون نقلتها هون صارت بلس زيتا سكوير. بدنا هلا معامل زيتا سكوير اللي هون نحطه هون 2.76 هاي بيكون جمع الواحد مش يعني 2.76 زائد 1 بتصير 3.76 فبتصير زيتا سكوير بتساوي 1 جذر 1 على 3.76 واضح يطلع رقم اصغر من 1 اللي هو صحيح. إذا هي عندي الزيتا يونت ايش يونت؟ طيب نشوف بس اذا هلا الزاويه اللي كوساينها قديش؟ 0.5 اللي هي تطلع بيتا اللي هي ار كوساين 0.5 وتساوي 60 درجه. اذا الان بنرسم 60 نتبع نفس الطريقه برسم ال 60 من وين لازم نطلع الخط؟ من الاوريجن هون ولا من الاوريجن مش هيك؟ وهلا بدي اخذ نفس الشيء 1 2 3 ونص 1 2 عشان ارسم ال 60 هاي الزاويه. لاحظوا 60 ما لهاش علاقه بال 60 هاي، هاي كوينسيدنس مصادفه. ها ال 60 هاي اجت من بيتا. وين النقطه اللي بتهمني الان صارت؟ هاي التقاط نقطه التقاط. شو بدي الاقي الان؟ كي. هلا حتى الاقي كي لازم اقيس الاطوال. هلا هون الصعوبه شوي بدنا نلاقي طريقه في فينا شو مش تعتمد المربعات؟ بس انا مشكله المربع هيك بدي اقيس هلا بدي اقيس هيك خطوط هلا بدي مسطرة او بدنا خلينا نشوف نضطر على فيثاغورس المربع تقيس كويس ماشي ممتاز فكرة كويسة زين تمسك لي الآلة الحاسبة عشان أعطيك الـ A's A والـ B وتربعهم. خلينا أول شيء نرسم حتى نكون عارفين شو الخطوط اللي بنيها. وين الخطوط اللي بدي أقيس أطوالها الآن؟ عندي بدي خط من هون هي مش إحنا إيش بقول الماجنتيك كونديشن؟ طول بدي أطول طول البولز من النقطة لكل الأوبن لوب بولز هذا الطول اللي بدي إياه. إذا هذا أول طول بدي آخذه أقيسه طول الثاني وانا عارف هاي النقطه تقع على لوب لوكس اذا بتحقق الماجنتيك كونديشن. اذا لازم اقيس الطول هذا بالمسطره واقسمه على قد ايش؟ اقسمه على اللوكس على الريجل بير سكند ونفس الشيء عندي هذا اصلا. خلينا نشتغل على الفيجرات زي ما اقترحها ابو صايمه. طيب ناخذهم واحد واحد. هذا الطول هلا تقريبا من هون هذا تقريبا جاي 2.2 تربيع زائد نص تربيع تحت الجنب 2.25 قد ايه؟ 2.25 طيب اذا نحطهم هون خلينا نحط اطوال البولز هون معانا. اذا تي 1 2.25 راديان بير سكند. طيب بالتالي عندي هذا الطول كمان 2.2 تربيع زائد 1.5 تربيع تحت الجنب 2.6 radian per second. والثالث بيكون نفس الشيء 2.2 تربيع زائد 8.5 تربيع تحت الجذر 8.78 radian per second. هلا الماجنتيك كونديشن شو بقول؟ بقول انه 30 ضرب كي على اطوال البولز ايش لازم يساوي؟ واحد مش هيك؟
الطول الأول في الطول الثاني في الطول الثالث 2.25 2.6 8.78 تساوي 1 إذا كي شو تساوي؟ إذا بتطلع لي كي بدك تضرب هذول الثلاثة ببعض وتقسم على 30 1.9 قديش وحدتها؟ دائما شو بس مش هيك؟ إذا كي عند النقطة هاي تساوي 1.9 كي عند النقطة هاي شو تساوي؟ زيرو مش هيك؟ باي ديفينيشن لأن هدول الأوبن لوب بورت عند الأوبن لوب بورت كي تساوي زيرو ضلت تزيد كي ما بنعرفش وصلت قيمة معينة هون ممكن نحسبها وبعدين تطلع هون هون وصلت 1.9 والقيمة اللي هون اللي بتقاطع فيها كي بقدر أطلعها؟ بأي طريقة ممكن أطلع قيمة كي اللي عند الأكسس محل ما تقاطع مع الأكسس؟ القياس بالقياس ممكن، أوكي إيش في طريقة ثانية؟ بالراوت بالراوت هاي نقطة عندها بصير السيستم أنستيبل مش هيك كمان كان يحسبها بالراوت إذا هي كي عندي 1.9 هي جاهزة إذا التصميم الآن بصير لو بدي أصمم هذا السيستم هي بحط هون كي 1.9 بدخلها على الكارنت هاي الموجودة هون اللي هي 30 على S plus 1 S plus 3 S plus 10 وبعدين عندي هاي هاي الكنترولر بسيطة جدا يعني شو الكنترولر بس بي بي كنترولر هي الاوبشن كنترولر هاي السيستم الجديد اللي صممناه هذا السيستم راح يعطيني اوفر شوت مقداره 15% وزيتا فيه بتساوي 0.5 طبعا لما بنحكي احنا عن زيتا وهذا كان بنحكي عن سكند اوردر سيستم عم بحكي عن الدوميننت فورس هذا عماله بصير لس لس دوميننت مش هيك قيمته بتقل كل ما زدت الكي هذا قيمته بصير لس دوميننت بصير الرئيسيين هم الاثنين هم هذول شو طالع السؤال لازم نجاوب الرايس تايم حتى اطلع الرايس تايم بتذكر قانون الرايس تايم شو بيساوي تي ار بتساوي باي ماينس بيتا على اوميجا دي الرايس تايم هلا لازم اطلع اوميجا دي عند النقطة هاي بيتا عندي مش هيك بس لازم احولها لايش؟ لغيب هاي شو بتساوي؟ باي على 3 ريجنز اذا هاي جاهزة عندي بيتا باي على 3 ريجنز بدي اطلع اوميجا دي من هون هلا احنا قلنا هذا كل واحد عبارة عن 1 ريجن بس هاي حوالي 2.2 اذا اوميجا دي شو بتساوي عند النقطة هاي؟ 2.2 اذا اوميجا اوميجا دي بتساوي عند النقطة هاي 1.2 ايش الوحدة؟ ريجن بس ريجن بس اذا صارت الرايس تايم بتساوي باي ماينس باي على 3 على 2.2 قديش تطلع؟ 0.95 0.95 شو الوحدة؟ سبب هيك احنا جاوبنا وانا ما بقدر احقق هون شرطين بنفس الوقت يمكن لو طلب مني مثلا رايس تايم مقداره 0.6 مثلا ما بقدر اجيبه ما بقدرش اجيب رايس تايم مقداره 0.6 سكند لانه بقاع لكن رايس تايم اقل كان ممكن يكون معي ماشي واضح هذا السؤال هذا هيك حل كامل جرافيكال للروت لوكس للروت لوكس مثال على الروت لوكس